السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديال حليمة الفيلالي. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كيكة بكريمة الحامض، كتجي جديدة بزاف خصوصا اللي كيبغيو الحامض والنكهة ديالو. نبداو على بركة الله بالطريقة والمقادير. هادني المقادير: كاس ديال السكر سنيدة مع عمرش، وكاس ديال الحليب مع عمرش، جوج بيضات، وكاس ديال الزيت إلا ربع تقريبا باين واصل. وعندي هنايا قشور ديال جوج حامضات، قشور حامضه وحده، يعني النص غادي نديرو في الكيكه والنص غنديرو في الكريمه. وعندي هنايا واحد خماره ودقيق على حساب الخليط. اول حاجه غادي ندير البيض، كنديرو معقده هذه من الحركات عندي تما في هذا الاناء. كندير سنيده وكندير قشور ديال الحامضه كوكا، كنطلع بالباتور. انا كنخدم الباتور، ممكن ديروا غير داك الطراب يعني الخلاط الكهربائي مولينكس. كنطلع تيجي الخليط بيض وعاد نزيد المقادير الاخرى. من كيرجع الخليط بحال هكا بيض، فانا دابا غادي نزيد ليه الحليب الزيت. اولا انا كنطبق هاو نضيف الحليب شويه بشويه، صافي. دابا غادي نضيف دقيق والخمارة. دابا غادي نزيد الدقيق تقريبا كتهز كاس ونص، ما كنبغيش نعطي حسب الحجم ديال البيض. دابا درت هنايا بيضات متوسطين، دابا غنزيد فوق هذا الشيء خمارة حتى هي نغرب لها معاهم. ونطرب ونشوف الى خاصني نزيد. مازال خاصها دقيق، مازال جاريه، غادي نزيد لها. المهم ما تكونش ثقيله، الكيك ما خصوش يكون ثقيل ديما لانه تيجي خايب، تيجي قاصح. هي هذيك بركه عليها. دابا غنخدمها مزيان حتى ما يبقاوش الحبيبات ديال الطحين باينين، وعاد صافي ديك الساعه نديرها في المول. غادي نجيب مول هذا العجيب اللي تيقولوا العجيب اللي محفر، يعني عنده حفره في الوسط. غادي ندير ليه الزبده مزيان. دابا غنجيب هاد الكوك المحمر، ما غنديرش الدقيق، غندير هاد الكوك محمر. ملي كتشديه كتحمريه في الفران، كتقابليه كتحركيه حتى كيولي فهاد اللون هذا. غادي نديرو طواط طحين، مثلا ندير بحال اللي كندير الدقيق، نحيد هذا في الفائض. هذا ملي كطيب الكيكة كيجي في الجناب ديالها صافي. دابا غادي ندير الكيكة، نهز يدي ونصب باش كيدخل الكيكة الهواء، كنهز يدي الفوق الكيكة كاملة صافي، كنحرك حتى كيكون مستوي صافي. دابا راني غادي نديرها في واحد الفران يكون بارد ماشي سخون، وغادي نشعل عليها تكون العافيه ناقصه تقريبا 180 درجه، ونخليها نص ساعه. وعاد ها هي طابت وقلبتها وخليتها بردات مزيان.
دابا غادي نوجد الكريمه. غنحتاج جوج اصفر ديال البيض، عندي نص كاس هنايا جوج حامضات معصورين، واحد ياغورت ديال جبن طري طبيعي ماشي ياغورت، وعندي واحد قشره ديال الحامضه محكوكه، عندي كاس ونص ديال الحليب، كاس ديال السنيده، وجوج معالق كبار ديال النشا اللي هي مايزينا. دابا غنوجد الكريمه. غادي ندير الصفر البيض وسكر سنيده وقشور ديال الحامض، غادي نطرب كلشي نخلط مزيان هكذايا، وعاد نزيد الحامض ونخلط. نزيد الحليب، نزيد ياغورت، هذا الجبن الطري ديال بيرلي اولا يعني ياغورت طبيعي بلا سكر، يعني اي حاجه تصلح، المهم ما يكونش فيه النكهه. وغادي نكمل التخلاط فرق. مزيان صافي، ونزيد جوج معالق ديال النشا. هاد النشا الدور ديالها انها كتعقد لنا، كيعقد الخليط بها، هو الدور ديالها. دابا غادي نرد هاد الخليط هذا يغلي حتى يعقد. اللي عندها هاد النكهه ديال الحامض وبغات تضيفها دير واحد الراس ديال المعلقه، ما كانش ماشي مشكل، غير باش نزيد نكونسونطري لوغو ديال الحامض. غادي نستمر في التحراك مزيان حتى كيعقد الخليط مزيان، وعاد كنزيدو الزبده ونطفي عليه. صافي الخليط ها هو عقد كما كتلاحظوا. دابا غادي نضيف ليه هذيك المعلقه ديال الزبده ونخلط حتى تذوب، وعاد نطفي على كلشي. نصبها مباشره في الكيك، واخا سخونه غادي نديرها لان غادي يجمد ليا هنايا. نحاول نقلب الوجه باش يجينا متساوي، ما حدها سخونه. بالنسبه للزين انا غادي نزينها بجوج ديال الطرق، مثلا بالكوك محمر على هذا الشكل مربعات حتى هو كيتواتى المذاق ديالو بزاف مع نكهه الحامض، اولا ممكن تزينوها بخطوط من صوص ديال الشوكولات، انا كتكون عندي ديما جاهزه في الدار الشوكولات مع كاكاو وسنيده والزيت وشويه ديال الحليب، كنخلطهم فوق البوطه حتى كيعقد، ونخليه يبرد نديرو بلاستيكه وندير فيه ثقبه بحال هكايا بالليبرا ونشكل منه خطوط، يعني تزين كيبقى على حساب الرغبه اختياري. صافي غادي نجيب واحد السكين موس ونبدا كنجر هكذايا. دابا هاد انا ما عطانيش الطوع لانه بردت شويه الكريمه، ستكون مازال سخونه لان ناويين نديروا لها الشوكولات، تكون مازال سخونه ما جامداش باش كتجيكم يعني الشكل الخامي باين. كنتمنى الفكره تكون وصلت، هي هذا كيجي على هذا الشكل، كتجي زوينه لذيذه بزاف في المذاق ديالها وحتى في الشكل. كنتمنى تعجبكم وتجربوها،
الى عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش ديروا جيم وتابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد، والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.